السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وانتم تشاهدون هذا الفيديو. اذا الخوت راني في السعيدية، في شاطئ السعيدية بالقرب من المنصة اللي داروها هنا باش تكون واحد الحفلة، واحد السهرة كما كانوا يديروا في السنوات اللي قبل، يعني سهرات كل مرة كيجيبوا شي مغني ولا كتكون شي سهرة في الشاطئ ديال السعيدية، واي واحد بغى يحضر يقدر يجي هنا. غدا ان شاء الله غادي تكون واحد السهرة ديال الفنان الدوزي اللي مشهور عالميا، غدا غادي يجي هنا يحيي واحد السهرة، وان شاء الله غادي نحاولوا اننا ننقل لكم الاجواء. دروك راني غير بغيت غير نوري لكم هذه البلاصه، راكم عارفين تكون شويه خاويه، ولكن غدا غادي تكون هذه البلاصه عامره بزاف. اذا هذا الفيديو غادي نشارك معكم الاجواء اللي غادي تكون في هذه السهره، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم من جديد. الوجهة الخوت غادي تكون نحو السهرة في كورنيش السعيدية، راه كاين الدوزي تما على ما أظن. السهرة راها بدات، راني ماشي شوية روطار ولكن ماشي مشكل، غادي نحاولوا نصوروا لكم الأجواء تما. والدعوة راه عامرة بزاف، راكم عارفين الأجواء ديال الويكاند والسبت والحد كتكون عامرة بزاف. المهم مشيو تما ومن قربوا الكورنيش غادي نوري لكم شوية البلاصة كي دايرة. والحركه هذا النهار بزاف، يعني بالسياره ديالك راك ما تسلكش. شوف راني غادي على الرجلين، راني غادي حتى لتما. المهم كل شويه غادي نحاول انني نقول لكم شويه الاجواء وفرجه ممتعه. وصلت للجهه ديال فين كاين لافوار السيرك ديال السعيديه. البدايه ديال الكورنيش هي هذه. هاي غادي نقلب لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا معايا. Thank you.